بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ألم يعلموا، يخاطب نبينا عليه السلام ويخاطبون كذلك الدرجة الثانية، ألم يعلموا أنه من يحد الله هم ما هوش يفهم، لأنه لا يعلمون. وهذه مصيبة، أغلب الناس الناعقون في المستويات السياسية والاجتماعية والإدارية ناعقون، أغلبهم منافقون عبر التاريخ. والآن زاد الأمور، زادت الطين بلة، أو كانت قبل ربما يجي زلزال، يجي تسونامي ولا حاجة هكا، الآن كل شيء الأشعة يعني تفجر ملا مكان نووي، طاقة نووية ملا اخذت عليهم، وزيد انقلاب الحرارة مع شباب عادية يعني، وزيد ذوبان الثلج في القطبين، يعني شيء. والأمراض والأوبئة والحروب يعني الضيقة والحروب الواسعة، ورينا الحربين العالميتين يعني كيفاش ربي بعد ما كلب الصهاينة والكنائس عملوا ما عملوا في أوطان، قالوا احنا جينا نستعمرها، يعني بها ناس مش متفقين، ناس ما عندهمش حضارة وفماش عمار، أنا جينا نعمرو ما جاو ينهبوا. ما نتكلموا صحيح، عاد ربي سبحانه وتعالى يقول فلما أسفونا، أي فلما أغضبونا انتقم منهم. تعرفوا ضراوة الحربين مش حكاية متاع لعبة، العنف والخوف والبرد الشديد والسجون والمحاكم الاستعجالية العسكرية الكذب، والجوجلسة يعني خاضت الجماعات هذه خوض حرب، يخربون بيوتهم بأيديهم. نسأل الله السلامة.